شواهد وعلامات ونجاحات عديدة أكدت في الفترة الأخيرة عودة الوعي للدراما المصرية. مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة. تابعت المسلسلات التلفزيونية على سبيل التحديد في السنوات الماضية. إيه رأيك في اللي بيتقدم؟ أهم ما يميز الدراما المصرية أنها بتعيش في وجدان المشاهد المصري والعربي. جامدين قوي. ممكن مواقع التواصل الاجتماعي توجه الناس وتوجه رأيهم أيضا. ده بيوجهوا ذوق الناس. الدراما التاريخية كيف تراها؟ أراها جيدة. أنا شفت مسلسل الحشاشين عجبني جدا. شفتنيش في المنام خالص. هل التلفزيون زي السينما نقول مثلا إن الجمهور عايز كده؟ أنا بعتقد إن الأعمال التلفزيونية أخطر. عن العودة القوية لصناعة الدراما المصرية، عن استلهام التاريخ والرواية الأدبية، عن واقع ومستقبل قوتنا الناعمة، حديث جديد من مصر. حديث العرب من مصر الخميس 7:00 مساء على قناة مصر الأولى.